أميرة كانت فاردة شعرها الطويل من شباك القلعة. وبعدين شو صار؟ إجا حبيبها على الحصان وتمسك بشعرها ليطلع لعندها، وطلع شوي 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 لحتى وصل لعند الأميرة المسجونة. نيمته؟ عندك شي يوم التاني؟ ليه؟ عازمني عشي محل؟ مو أنا أمي. أمي حابة تعزمك عنا على العشر، وخالتي حابة تتعرف عليك. شهرزاد معك حق، الشي اللي ساوته أمي مو بسهولة بينتسى، بس إذا بتسامحيها بكون مبسوط كتير. ورأيي بلا ما نكبر القصة. موافقة. يعني ما رح تغيري رأيك؟ أكيد. قلت لك موافقة. القهوة بردت. لكان التنين المسا بمر باخدك، ماشي؟ ماشي، بستناك. طيب، ونحن إمتى رح يكون موعدنا؟ أي موعد؟ موعد الزواج. الزواج؟ أنا لسه ما قلت إيه؟ وكمان ما قلتي لأ. تصبح على خير، لا عاد تبكي بمنامك. رح حاول.